أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية عبد اللطيف آل الشيخ أكد أن جريدة الأهرام رائدة في مجال نشر الفكر والثقافة وبناء الوعي المستنير والشخصية الوطنية. جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوزير آل الشيخ لمؤسسة الأهرام بصحبة السفير صالح بن عيد الحسيني سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة. علاقات المملكة العربية السعودية مع مصر علاقة تكاملية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستغني مصر عن المملكة ولا أن تستغني المملكة عن مصر، ومهما كان لابد أن نعلم وأن نكون على يقين أن هاتين الدولتين في خط مستقيم واحد، لا يستطيع أحد أن يؤثر في مسيرتهما الإصلاحية سواء الداخلية أو الخارجية أو العلاقات الدولية، وهما جناحي الأمن والاستقرار في المنطقة، وأيضا هم القادرين بإذن الله على أن يحركون المنطقة وفق إن شاء الله ما يحقق لأبناء المنطقة الأمن والسلام. وقع الجغرافيا السياسية والعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين لدينا علاقات شديدة التميز والخصوصية ما بين الأمة المصرية والأمة السعودية، وأعتقد أنه هذه العلاقات المتميزة هي صمام أمان لاستقرار العلاقات المصرية السعودية وضمان كمان لتطور أو مزيد من تطور وتعميق هذه العلاقات.